أعزائي الأطفال الفنانين الحلوين المهتمين في التربية الفنية وفي الرسم في الابتكار، كل أعزائنا هذيلا نقدم لهم تحية ونرحب فيهم مع بداية حلقتنا اليوم. اليوم أعزائي الصغار فنانين الصغار، بدايتنا أو حلقتنا راح تكون في نادي كاظمة أيضا، بس إحنا في صالة من الصالات الواسعة الحلوة اللي في النادي يمنع حوض السباحة والأنشطة الرياضية شغالة. إحنا قاعدين في صالة خصصت لعرض الإنتاج الفني في نادي كاظمة، الإنتاج الفني اللي هو أنتج من المركز الثقافي، والمركز الثقافي فيه رسم وخزف وطباعة وعدة أنشطة فنية. ايضا معنا محمد ومعنا الاستاذ علي العوضي، اهلا وسهلا، المشرف على الانشطه الفنيه هذه. استاذ علي نرحب فيك اولا، اهلا وسهلا، ونبيك تشرح لنا شلون تمت الفكره انكم تسوون عرض والحمد لله حصلتوا على صاله، يعني صاله في النادي علشان تعرضون فيها. من فكرته يعني البدايه؟ بالبدايه طبعا احنا بعد ما انتهينا من عمل الأعمال وصارت عندنا كم كبير من الأعمال، يعني حبينا أن نعمل لهم معرض يعني بسيط يكون لكل واحد في مجموعة من أعماله يقدر يشارك فيه بالمعرض ويقدم أعماله بالمعرض، والناس طبعا يشوفونه وأولياء أمور يشوفون أعمال أبنائهم يعني معنا. فكانت الفكرة أن نعمل المعرض والنادي رحب بهالفكرة. أهم شيء أن النادي رحب في الفكرة أنه يعطيكم الصالة. رحب بالفكرة وقال مستعد أنه يعطينا الصالة، طبعا نحط فيها الأعمال وجهز لنا الصالة من استاندات ومن طاولات ومن الإضاءة، جهز وفر لنا كل شيء الحمد لله. وتمكننا من نحط المعرض ونعرض المعروضات مثل ما أنتم شايفين يعني. طيب معرضات الشباب، المعرض اللي احنا فيه الصالة هاي ايش تشمل يعني؟ خزف، شنو بعد؟ المعرض فيه طبعا الخزف والرسم والطباعة. خزف ورسم والطباعة والكمبيوتر، وموجود اللي هو معنا الكمبيوتر، نشاط الكمبيوتر. شو يسوون فيه؟ نشاط الكمبيوتر طبعا كان في دورات من ضمن الدورات الموجودة في المركز، دورات خاصة في الكمبيوتر يعني تعلمون فيها البرمجة. ما لها علاقة بالرسم. لا ما لها علاقة بالرسم، لكن فيها برمجة وما برمجة. ليش ما فكرتوا تسوون، لان في حلقه من الحلقات احنا طلعناها في برنامجنا يرسمون عن طريق الكمبيوتر؟ والله هم يعني حبوا ان يعلمون الاطفال البرمجه، يعني اساس انه في مجال الخزف وفي مجال للرسم، فحبوا انه يكون له مجال مثلا في بس مستقبلا ان شاء الله يعني ان شاء الله علموهم شويه، لان هاي الفكره مطروحه الحين، يعني ممكن اي واحد يجيب كمبيوتر ويبتدي يتعلم يرسم. معنا اخونا صغير هني ولا انت كبير؟ قول اسمك الكامل. محمد سليمان خليفه الخلفان. محمد سليمان خليفه الخلفان. انت باي مدرسه محمد؟ مدرسه النجات خاص. اي صف الحين تقريبا؟ ثاني متوسط. ثاني متوسط. زين ايش تبي تقول لنا، ايش تبي تحاكي لنا يعني؟ بس خلي صوتك قوي عاد. اعطيك الميكروفون ولا ما نعطيك اياه؟ صوتك قوي؟ يلا قول لنا بالله شو تتكلم. عن المزهريه هذه. اخذ بايب كبير. ونلفه نفس ما وراك. بايب كبير، شمال البايب؟ بايب مال ادوات صحيه. ادوات صحيه يعني بايب عريضه. البايب الكبير هذا اللي الكبرى؟ اي العريض اللي يحطونه حق المجاري واسوي شريحه كبيره. اسوي شريحه كبيره والفها واقص الزايد وانظفها وخلي وركب وقعد اطقطقها لما تنشف يعني شويه، خلي قاعد اطقطقها بالعصايه لما تصير شيء مثل دائره. زين البدايه البايب من وين لي وين؟ قول لي من هني لهني. هذا اللي هذا اول شيء. اشرح اشرح اشرح. اي من هني اللفه هذا البايب. من هني تقريبا لهني اللي طلعت عندك. شكل اسطوانه. زين وبعدين هني اللي فوق شلون؟ هذه القطعه هذه اللي فوق خذيت مثل بايب صغير بنتين بس صغير. اي ولفيته مثل ما مثل طلعت هبه. وقعدت افتش من هنا وسع. يعني انت شوف وقفها من داخل هذا كذي. هني البايب هذا لما سويت الحركه هذه سويت كذي بالطينه مش هيك؟ خليتها تطلع لبرا. قفلت هذا من داخل على اساس الهواء يطلع، حطيناه بالفرن ما تكسر. اي تمام خوش كلام، لان لو مسدوده لو حطينا قطعه خزفيه مسدوده شو يصير فيها بالفرن؟ تكسر. ليش تكسر؟ عشان الهواء يبي يطلع. ما له مكان يكون الهواء مضغوط داخل والحراره تخلي الهواء يتمدد
وتكسر القطعة وكذي. هاي بعد شريحة مدورة لتحت. تحت؟ شريحة هذه أنا سويتها وسكتها. هذه هذه ها؟ ايه. شريحة بروحها تسويها وتحط ايه. عليها هذه. عدل؟ بصير قطعة. إنزين. في تأثيرات وشغلات هذه. هي هذا اللي خدش خدشت فيها. ايه. على شكل. ايه. وهذا على شكل طابوق. كأنه طابوق يعني. مثل اللي تحفر زين. سويت على شكل طابوق. زين هذا التأثير هني تشوفه محمد هذا التأثير هذا أيه. هذا بالفرشة لا باللون ما أدري لو الكابتن سعد علي كومبريسر كنا كومبريسر كنا مو كنا هو اسمه كومبريسر واحفظ يعني أيه. اسمه كومبريسر ها كومبريسر هذا ضغط المسدس بالهواء نحط أيه. فيه الألوان ونضغط يعني أنا براويهم إن التأثير هذا إذا تشوفونه هني هذا التأثير باين عليه كأنه علب السبراي هذا البخ هذه ما تصير بالفرشة لازم عن طريق الكمبريسر الكمبريسر فأنت بخيت بخت كذي ها وخرت معدل صح واحدة جي محمد شاركت أنت في الموضوع هذا في موضوع الجليز والألوان الجليز إيش إيه يعني قضبت المسدس وبخيت كذي بدينك ما حد إيه ما سعد علي ما لا في مجموعة من الشباب شاركوا ولونوا تعطي المسدس بدينه أو الكمبريسر إيه يعطيهم مسدس ممكن إيه؟ يرش بعض قطعهم يعني. يرش يعني وبعض القطع اللي يعني صارت بطريقة يدوية عن إيه؟ طريق اللون بالفرشة يعني لا اللي بالفرشة ماكو مشكلة اللي بالفرشة إيه إيه هذه يعني مثلا القطعة هذه سواها هو نفسه صاحبها بالفرشة بدون كمبريسر إيه فنحس إن في اللون هني واصل لحد هني واقف واقف إيه بعدين هني اللون إيه مختلف هذا طاسة حط فيها طين حط جرايد عليها ماي وحط طين لما صار بلعد على محمد عشان أصدقائنا ترى مبطلين أذونهم عيونهم يسمعون حتى الكبار لما صارت مدورة يعني هذه تنقسم إلى قول إلى قسمين نصين طاستين هذه طاسة وهذه طاسة في البحر ركاسة ها زين هذه طاسة وهذه طاسة نجيب الطاسة الأصلية شو نسوي فيها الطاسة الأصلية نحط داخلها بعد نمسحها لما تصير نظيفة وبعدين نحددها عشان ما تصير من نيوت لا في الأصل القالب الأصل الطاسة مو نحط فيها ورق جرايد أول أي نحط فيها ورق جرايد بعدين نحط طين نحط طين زين ونسويها كذي تطلع عندنا نص بس لما تنشف أي نص دائرة أي ونسوي طاسة ثانية وطاسة ثانية فيها نص دائرة ثانية بعدين نلزقها النص هذا مع النص هذا عدل نلصقهم ونحط حبل داير أي ونمسح أي وبعدين الكابتن شق هذا أساس ايه الهواء يطلع ايه ما تنكسر كلام جميل ايه ايه وسوينا بايب والبايب هذا مثل ما سويناه كذي شققنا منه ايه ومداخل بعد مقلوب ايه بصير مزهرية هم أيضا حلو في شيء بعد سد عليها الصوت طبعا في مجموعة من الأعمال هذا هم عمل واه هذه من الأعمال ترى اللي أنا شفتها مساع أعجبت فيها بصراحة يعني من الأعمال الزينة أولا مميزة ولونها جميل جدا واللون الكحلي مع اللون البيج ها يعني صاير في منتهى الروعة يعني أصدقائي الفرق بين العمل اللي يصير لا شكل والأعمال اللي فيها جرأة هذا عمل فيه جرأة عدل صح. يعني جريء إنه يحط يسوي الأصلية وبعدين يحط القطعة هذه تالي القطعة اللي فوق ففيها جرأة وبعدين يعطينا إحساس القماش هذا شو نحس فيه كأنه قماش كأنه صح. قماش كأنه ورد إيه يعني شيء هذه الأصلية ثاني وهذا القماش هاي طاسة وهذا القماش فوق الألوان هذه حلوة أنت تعرف سيد علي اللون إذا بقيته كذي تعرف إنه يطلع كذي إيه طبعا من خلال الجيزات. تجارب لا من خلال تجارب يعني اللون قبل ما ألون القطعة هذه يعني إيه؟ أكون مجرب على قطعة صغيرة إيه لأن الظاهر الجليز اللي تخلطه لونه مختلف عن اللون اللي تشوفه إيه وهذه معلومة أصدقائنا لازم يعرفونها إيه صح الجليزات اللي نخلطها أول ما تخلطها تلقى لون إيه؟ ولما يدخل فرن يطلع على لون ثاني إيه؟ لازم أنت تجرب تدخل إيه؟ فرن على قطعة صغيرة إيه؟ تجربها إيه؟ وبعد ما تطلع تشوف لونها إذا مناسب ممكن تلون فيها إيه؟ أنت يعني قطع صغيرة من مثل الكاشي الصغار أيوة إيه؟ تلونهم وتعمل تجارب في شيء هني بعد سد علي في قطعة هذه نفس الفكرة اللي هي البايب ويلف على شريحة لكن بدأ يغير فيها شوي فيها بوكسات لما يخفس شلون تاتا يا بوكسات هذه إيه يعني هذا بايب مثل هذا ها؟ أيوة صح كلام يعني شكلها أول بوكس أيسو مني طقها تكون قاضبها ولا طقها تطيرها بالهواء لا خفيف بوكس خفيف إيه عاد إيه وهني طقة بعدها صوب يعني تعفسها إيه يعملها تغيير يعني بشكل وبعدين يب هاي نفس طريقة الضغط نفس طريقة الضغط يعمل ويحطهم هني يركبهم مع بعض إيه طيب هني
على فكرة الشقل يعني في بروز وفي يعني شو أقول، في ما في شكل مستوي يعني يعني نقول شكل فوضوي صاير تقريبا، يعني إيه هو يبدأ يلعب بالشكل داخل واحدة كلهم مقبولين. إيه يعني العادة إحنا قبل شفنا المزهرية نقول الله المزهرية هاي مضبوطة ها، تكون ناعمة وتكون مستوية يعني. إيه اللي مصبوبة بالقالب صح، مثل اللي في حلقة سابقة طلعنا مزهرية مصبوبة في القالب فنظيفة صحيح، هني هذه شوي فيها عفوية طبعا، لأن هذا الغالب تعرف شغل إيه؟ مختلف، هذا الشغل اليدوي إيه؟ لما هو يشتغل بإيده نفسه يبدأ إيه؟ مثل ما قال لك يخفس هنا يسوي فتحة يعني يخرب شكلها تقريبا، وينقط مثلا في بعض الأماكن إيه؟ والفتحة من نفس الشيء من فوق مو مستوية يعني إيه؟ لا هي دائرية ولا هي مستطيلة إيه؟ يعني إيه؟ حاولنا يلعب في الشكل إيه؟ يعني تمام تمام. خلصنا احنا الحين الجزء هذا الصوت، ننتقل نشوف الجماعة اللي هنا. تفضل معي استاذ علي، هذه دروع يعني نتكلم ولا عن هذيل؟ لا انا القطع هذه، القطع هذه هو هذا معنا خالد، اي معنا خالد بالنص. هو خالد شلونك؟ تحتاج صوتك شويه ها يصير اقوى شويه، عطنا الميكروفون شويه معلش كله واحد، ناخذ ميكروفون على ما يقدم لنا اسمه الكامل. قول لي ايش اسمك؟ خالد محمد ابراهيم زيدان. ايه خالد، انت يعني وصلت ثالثة متوسط ولا ثاني؟ لا بروح ثالثة متوسط. بتروح ثالثة متوسط ها؟ ايه ايش عندك هني الشباب تراوينا؟ هذي هني خالد تتكلم عن الموضوع عن الأسرة يعني. ايه بدأنا ندخل في موضوع يعني طبعا مرحلة متقدمة ايه، انه يبدأ يعمل تشكيل ويبدأ يوظف الشكل اللي عنده يعني. ايه نعم، خلي الشكل يتكلم عن موضوع عن الأسرة، عن الأسرة، عن الأسرة ايه. فبدأوا هم عاد يعطونك أفكارهم عن الأسرة ايه. فمثلا خالد هني جاب الفكرة انه ممكن يشرحها هو. يلا خالد اشرح لنا فكرتك يعني، لان هاي فكرتك شلون سويتها؟ راح ان قطعتك في من القطع الفنية الممتازة، خلينا نعرضها اول. يلا تكلم، احنا واحنا قاعدين نعرض عشان نجيب بايب ايه، نلفها بالجريدة ايه، ونجيب شريحة ايه، نطين ايه، ونلف عليها بعدين نخدش ونلزقها بعدين شباك ها ايه. يعني هذه اساس الفكرة ايضا بايب ها؟ تي بايب، بايب ايش كبره كذي؟ شاور اللي بيدينك هل كبره او كبير يعني ايه، من 6 انش هذا الكبير ها ايه، وتلف عليه الطينه مثل فكره محمد، وبعدين اطقطقه يعني هم في تخفس بعد مو كذي ايه، وبعدين قايس اجيب شريحه قايسها والزقها زين، بعدين اجيب بايب صغير وخليه اطقطقه بعد ايه، واحط هنا لزقه ايه؟ بعدين ازين هنا ايه؟ حط فيه حبل لافت زين، هو يعبر عن الأسرة بحبل المشنقه يعني. الحبل ها الحبل هذا تعبير ان الحبل هذا زين، وهذا الشباك هذا اللي عجبنا انا في الموضوع، هذا الشباك ايش يمثل؟ يعني مثل سجن، شباك السجن يعني اللي فيه الأسرة مش ذي ايه؟ ان شاء الله الله يفك قيدهم ان شاء الله. يعني هذيل الخطوط سويتهم شلون؟ حطيت يدك من داخل ولا شلون سويتهم؟ لا اول شيء كانت هذه مقصوصه انا اسويها بعدين الزقها هنا يعني، طيب الابره ايه؟ في ابره مالت خزف ايه؟ احط فيها طين بعدين اسوي الشيء يعني تسوي مثل الحبل عدل صار عليه مثل الحبل، سوي مثل الحبل اي اي تمام تمام. شاركت في 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 في, في الجليز وفي الفرن، شفت يعني استاذ علي شلون يشتغل ايه؟ ها حط جليز هو؟ إيه هو اشتغل جليز، اشتغلت ايه جليز ها؟ شاف شلون الطريقة اللي ممكن نرش فيها الغطعة، رش ولا بالفرشة ولا شلون؟ لا رش، هذه هو رشها، رش الغطعة هذه ايه نفسها بيه. عنده شغل ثاني هني؟ لا هني شغل مشاري. لا هذا من شغله؟ هذه هو يمكن يشرحها، شغل رفيجة. ايه اشرح لي اياها هذه، لأن هم هذه أيضا تمثل الأسرة، عدل؟ قول. أول شيء نجيب طاستين. ايه. حط فيهم طين ونلزقهم على بعض. ايه. و الفكره اللي قلناها من ساعه كذي ايه؟ طاسه فوق طاسه كذي ونلحمهم ايه، وبعد هني بايب ايه ضعيف ونفتح شيء نسوي مثل شكل ايه، واللزقه هني نسوي مثل يعني نلحمه او نثبت ايش فيك زين، وبعدين هذه الخرجه اللي باللون الاصفر ايش حقها حاطها انت باللون الاصفر؟ دانتي ما لسه مثل العلم مثل الأسرة انزين، وهذه السلسلة مثل بعد على الأسرة هذه انزين، شلون سويتها يعني؟ أول شيء نجيب حبال ايه سويهم بعدين نلزقهم ويا بعض
بعدين نجيب حبال وايد كذي نلزق يعني نسوي حلقه بالحبل وبعدين ندخل فيها حلقه ثانيه ونلحمها عدل صاد علي ايه بس هو مرتبك ماشي. وبعدين ايضا هني اكو شنو هذا سجن شباك اللي يمثل السجن لان فيها رمز يعني ترمز هنا هذه اللون الاصفر يرمز للاسره الشباك هذا يمثل السجن والسلسله تمثل قيد الاسير عدل قول ان شاء الله الله يفك قيدهم ان شاء الله يفك قيدهم ان شاء الله زين في شيء هني بعد هذه يشرحها مشاري مشاري انت مشاري زين تعال انت تعال بصوت مشاري بس احنا وايراتنا وايد ها سيد علي ايوه هيا مشاري الحين تقول لنا اسمك الكامل نبي نعرفك اول واصدقاء البرنامج يعرفونك ها مشاري عبد الله العبد الجادر مشاري عبد الله العبد الجادر مشاري انت باي صف الحين بروح رابع متوسط رابع متوسط ان شاء الله ريال زين اشرح لنا بالله هذه هذا سجن يمثل عن هذا الاسره او شيء ابن بايب مال الادوات الصحيه لفيناه بجريده زين حطينا فوق طينه طلعناه بعد ما خلصنا نخليه يبه شويه بعني بطاسه ونحطه فوق نلزقه بعني بايب نطوله شويه ونسوي بايب بعين قصه نص ايش حقه هذا الثاني البايب الثاني الضعيف لا ناخذ بس بايب واحد يعني هذا بايب واحد ايه ها بايب 200 ايه وهذا العنق هني هذا شلون سويته هذا يبنى بايب ثاني صغير ايه اصغر ايه بايب ثاني ايه يعني قصدي ايه وركب بعدين هذا قاعد نحط سوي بدينا يعني نقول نسوي الحركه هذه كانها ورده بايدنا ايه اكو شيء ماشي من هني يا مشاري لاف لاف كاهو شوف 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 نازل لتحت شنو هذا هذا حبل حبل انا اسره يمثل يمثل الاسره ايضا ايه ايه شنو هذه الشغلات اللي كانها اشواك ما ادري مصانع هاي يمثل اداه تعذيب يمثل اداه تعذيب الاسره اي تمام خوش كلام يعني هاي فيها صراحه فيها رموز ها في شباك هني بعد اللي هو شباك السجن ها ايه فعلا سيد علي يعني يعني مسوي فكرتك عبد. هذه ايه فكرتك بروحك ايه بروحي ايه انزين هني في يعني كأنه مسامير وكأنه أشواك يعبر هو عن يعني أدوات تعذيب الأسرة وال ايه ايه والشغلات القوية يعني اللي يعني الشغلات اللي الإنسان يتعذب شنو شغلات مدببة وأشياء كثيرة من هالنوع يعني فكرتك ممتازة مشاري في شيء هني بعد مشاري اشرح سلاد سعى الواير هني أول شيء سوينا قاعدة حق المسجد خلينا نشوف المسجد يبا هاشي ابن طينه سويناه شريح حق القاعدة المسجد بعدين ابن شريح اكبر عشان نسوي الطوفه ايه؟ بعدين نلزقهم ويا بعض بعدين سوينا شريحه ثانيه اكبر عشان نخلي السطح نسوي تمام سكينا السطح لان صار عندنا صندوق مربع شلون نسوي فيه فراغ اول شيء نحط هذا نسوي اني بطاسه صغيره ونحطها فوق سوينا القبه مو كذي وهذه هذا ابن بايب طويل ايه؟ لزقناه تحت سوينا المناره زين ايه؟ زين الحين لما يصير هذا كله من كل مكان مسدود مو لازم نسوي فتحات اي سوينا فتحه هنا قضينا كان نسدها زين وبعدين وهني اكو ماكو صوت سوينا هنا درايش عشان كان فتحه صوت عدل ايه؟ مو احنا تكلمنا وقلنا ان الهواء لين حكر داخل ودشت القطعه بالفرن والهواء يتمدد يكسر القطعه ايه؟ لازم بس احنا سوينا فتحه حق الدرايش عشان يطلع الهواء ايه يطلع الهواء منها ايه؟ ايه؟ زين أصدقائنا الصغار الحين واللي يبي يحاولون يفهمون الخزف وحتى اللي أكبر شوية ويحبون الخزف ليش استدعى لي هذا اللون هذا يعني هذا شو نسميه؟ لا هاي طينة مختلفة عن الطينة السابقة اللي يعني نكتفي إن هذه كذي هذا الشكل ولا ما تدش الفرن ولا شو؟ هي دشت الفرن داش الفرن داش الفرن وطالعة داش بس مرة واحدة الحرقة الأولى الحرقة الأولى ايه وبعدين فاحنا ما حبينا ان نلونها ليش عشان لون الطين هذا نفسه هو نفسه يشابه لون الطين الاصلي اللي نسوي اللي كانوا زمان يسوون فيه هذا المسجد طبعا مسجد قديم مسجد قديم يعني فتلاحظ نفس اللون الطين خلينا على 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 اللون نخليه مثل ما هو ايه هذه نفس الشيء هناك بوابه هاي بوابه أو ايه مثل البوابات اللي يصير على السور ايوه بوابه السور اي هاي شوف هاي بوابه خليها بنفس لون الطين لان لون الطين يعطيك لون القديم ايه اللي هو لون المبنى القديم ايوه تمام ففكرة حلوة انك تخلي الاشياء القديمة بلون الطين ما يحتاج انك وانت هني سويت خلصت مشاريته ايه خلصت اطلع تعال بالوسط ايوه عشان نسمع كلامك وسيد عبد الله علي
نفس الواير هذا. قول لنا اسم البطل الكامل، اسمك الكامل، احسن واحد يبتسم في النادي هذا، شو اسمك؟ فيصل فوزي بقماز. لا قول اسمك مره ثانيه بطريقه اقوى. فيصل فوزي بقماز. انت باي مدرسه يا فيصل؟ انا خليل بن احمد. اي صف الحين؟ بروح ثاني متوسط. انا عندي سؤال محيرني، انا من اول ما جيت من الصبح للحين وانت تضحك، شو السالفه؟ ها؟ اي مو لازم تضحك لان الضحك زين، عدل؟ عدل يا فيصل. فيصل شو مسوي لنا انت هني؟ خوري. اي انا اصعب قوري شفته في 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 في, في الانتاج هذا هني في المركز، عدل يا سعد علي؟ صح. بصراحه يعني في شغل وايد. يلا فيصل اشرح لنا من الاول، يعني هذا يتحرك هذا اول؟ اي زين، يلا اشرح لنا. شلون سويته هذا؟ يلا. شيبت بايب صحي، لبست جريدة وصبيت فيه ماي. هي خلينا نراوي الكاميرا والكاميرا تنقل. هذا عبارة عن الفراغ اللي سويناه في البايب. عدل يا فيصل؟ عدل. ايه تبي تموت من الضحك، كيفك اضحك بس اشرح لنا. ايه وبعدين؟ ايه بعدين طلعنا البايب. ايه وخليناه ينشف. زين. بعدين جبنا بايبين صغار سوينا فيهم هذا. ايه بعدين عمينا سوينا هذا. شنو هذا يعني؟ اليد ايه ايه هاي اليد وهاي العمه. ها هاي شنو هذه؟ لا تموت من الضحك اليوم. هاي شنو هذا؟ النبوب اللي يطلع. بوز؟ ايه ايه اللي يطلع منه الشاي او الجزم. ايه وبعدين بعدين عوينا الانبوب. ايه خلينا شكل يد. ايه تكون مسكته مريحه بعد. عدل يا فيصل. ايه فتحنا من تحت عشان يطلع الهواء. خوش كلام. هني جبنا طاسة صغيرة. ايه وحطينا الطين فيها. ايه بدأ طلعنا الطين. قوي صوتك شوية فيصل. ايه وبعد؟ بعدين جبنا كرة سويناها وحطينا هني شيء عشان يمسكها. ايه لازم، لأن أصدقائنا بيعرفون ايش حطينا هني، يعني هذه لو من غير هذا ها ترى تطيح. ايه فيبي لها شيء يمسك. زين الحين أنا سعد علي مع فيصل، في وايد من الاوراق هني، شلون يعني؟ هو حب الحين ان السطح الخارجي يغير فيه يعني. إيه؟ ربعه كانوا يحفرون مثلا. إيه؟ وحب انه يضيف عليه بعض الشيء اضافه. إيه؟ فعمل اوراق اشجار. إيه؟ اوراق اشجار صغار. إيه؟ ولا زي كذا. زي فيصل شلون يعني تسوي ورقه ورقه؟ خل هذا يعني. سويت شريحه كبيره. إيه؟ جبت السكينه قصصهم على شكل اوراق. إيه؟ الزق الاوراق وبعدين يجيب الابره اسوي منها خيوط الزقهم عليها. يعني انت زي الاوراق. ايه اللي هي التاثيرات اللي على الورقه. ها الجذوع اللي في الورقه والجذوع، يعني كل ورقه تسويها بروحها، تاخذها بروحها عدل. ورقه وتلصقها زين اخدش وتخدش فيها هني. هذا شغله بعد. هذا شغله بعد. هم هذه من الاعمال ترى الزينه اللي شفتها لاخوكم فيصل. نفس الفكره هي. يلا فيصل قول لي. هذا بايب بنفس الطريقه هذه. ايه بس خذينا فتحنا منه فتحات. ايه على شكل عشان نزينها على شكل مثلث ودوائر. دائره. ايه مثلث ودائره. شوف القطعه هذه، شوفها مع بعض. قطعه مفرغه من الداخل والخلف الخزف كاهو مبين، وهني الفراغات كاهي اللي هي الفراغات اللي موجوده بالدوائر والمثلثات. عدل وشكرا. اكو شيء بعد؟ هذه قطعتها بعد ثالثه. هذه يلا لان عشان الوقت نبي نصور باقي المعروضات. هذه شلون فيصل؟ هاي طريقه بايبات كهربائيه. اي بايبات لها قياسات اصغر شويه. اي جبنا بايبات ولبسنا على الجريده نفس الطريقه. نفس طريقه البايبات اللي شرحناها مو كذي؟ لزقناهم. وجبنا بايب وقصيناه من نصين وحطيناه. اي هذا بايب مقصوص بالنص عشان لصقه كذي. إيه؟ يركب على البايب هذا. هذا اللي يا فيصل؟ عدل. فيك ضحكه؟ ها؟ ابتسامتك العريضه نبي نوصلها. اصدقائي نشوف الحين مع بعض عرض للمعروضات بشكل عام في المعرض.
أصدقائي، بعد العرض اللي شفناه واللي مثل مجهود اللي قاموا فيه العاملين الأطفال والأولاد والمشرفين في هذا المعرض، إن شاء الله نتمنى في لقاءات أخرى أن احنا نلتقي مع فنانين أيضا يقدموا لنا عرضهم وإنتاجهم الفني. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أيضا لكل أصدقاء برنامج الفنان الصغير كل التوفيق والنجاح، ومع السلامة.